السلام عليكم البنات، اليوم جيت نشارك معكم واحد الطريقه صراحه بطرس الماكينه. بالنسبه لطرس الماكينه انا شفتها دي اول مره الصراحه وعجبتني، وبغيت نشاركها معكم مع المعلمه نيت. طريقه زوينه. المهم هانتوما، الاول كنصمو يا اما درهم ولا 50 فرانك ولا بورتاكوب. هادي كتصور اما كتطبعوها بدرهم اولا ديال النزق كما كنقولوا حنايا الداخل، كدير دائره صغيره في الوسط وكتبقى تخدم شويه، كتدوروا المرمى غير بشويه وكتعمر الخدمه. تبارك الله. كدور غير بشويه بشويه العراض، حتى العراض لان هاد الماكينه ما عندهاش العراض كبير. اللي عندها العراض كبير راه ما كتجيش الوسط عار خاوي بزاف. كتعتوها على حسب المسافه ديال الجنين اللي كتباش كتكسيري، ما عندهاش ديك العرض كبيره. هذا هو الحد العرض ديالها. هادو الماكينات القدام ماشي جداد ياك فايزة؟ واه القدام فيهم العراض كبير، غير هادو ما فيهمش. لا ما فيهمش. كتبقى هاكا البنات شو كيفاش كتبقى تخدم، كدوريها كاملة بخدوان المرمى. واه وكتسقلي الخدمة، يعني خصها تعمر بزاف باش غادي تعطيكم ديك الطريقة اللي قلت لكم. كتحاولي ما امكن تجيبيها بحال بحال، ماشي واحد البلاصة عامرة واحد البلاصة خاوية، يعني تجي قد قد. وباش ملي دابا غادي تجي الوسط البنات، شوفوا هاد الحاشية الدخلانية غادي تخد طرز واحد طرز غير صغيور. علاش؟ المهم شوفوا مزيان، كتخدمي وكدوري نفس الاتجاه ديال الاول. نفس الاتجاه في الاول، نفس الدوره اللي درتو في الاول، ماشي في الاول ديروا اتجاه والثاني ديروا العكس ديالو. لا صراحه انا عجبتني اول مره غنكتشفها معاكم. دابا راه كنخدم شويه غير باش على التصوير باش يبان لكم. تقلات غير تقلات غير على باش تشوفوا البنات. صافي نوخ صافي، دابا هانتوما شوفوا شنو غادي دير. شتي البنات صافي ونقلبها. دابا غادي تقلبوها، ضروري الكفيز لينا البنات رقيق من التحت. هانتوما البنات كتجي غير الخيط الابيض، الخيط ديال السورجي، ديال السورجي. هاد الخيط اللي كيكون هنا ديال السورجي هو اللي كتحيدو، كتحيديه غير بشويه باش ما يتحلكش باش ما يتفسخش. وا ما تقيسوش الخيط ديال طرز الماكينه، غير الخيط ديال السورجي كتبقى تفسخو بشويه بشويه. نورمالمون خص يكون زايد شويه، شنو هذا خصو يبان الاخر الخيط باش يتزير. لا واه هذا مزير شويه مع هاد المقص، خصها ديك المقص لاخر. هانتوما البنات، المهم على من غادي تخدم وحدة على حسب ديك السورجي خصو يجي ما يجيش رقيق، خصو شوية كبير. المهم كيما بغيت نقول لكم كتجي على شكل هكا. أنا عجبتني البنات الصراحة أول مرة كنكتشفها، هادي بلاصة حد ذاتها ما خصهاش تحدد، خصها تبقى هكا خارجة. شتي كيفاش صلحتيها؟ كتمشطيها بشيتة السنان، بشيتة السنان. شتو كيفاش كتجي؟ ملي كتجي ما مصلوحاش كتجي عاد تحسن. ياكي مثلا كما تيجي اللعبة صلحيها اللول عاد تحليها. كتا تصلحها عاد تحلها. يعني باش تخدموها قبل ما تفسخوها حددوها عاد ديك الساعة تفسخو، كنحصلو على هاد الشكل هذا. دابا راه هي كتخدم وحدة أخرى باش تشوف السورجي باش يبان الخيط ديال السورجي. هانتوما هادي راه دير واحد الموب مستفيدة، راه هي اللي خدمتها. شتو كيفاش كتجي البنات؟ صراحة عجبتني، أنا أول مرة كنشوفها الصراحة، أول مرة كنكتشفها هي أنا وعجبتني، وقلت قال لك ندير الفيديو نوري البنات.
شتو واش عطو راسكم مراشير خاصين. المهم البنات هي صحاب طرز الماكينه، راه حنا راه ما كنديرش الماكينه، مره مره نبقى ندخل عندهم نصور لكم شويه. هذا هو الاخر المقصديش انت؟ هو هذا هو المقصد رقيق. شوفوا البنات ها انتم شتو الفرق بين السورجي الاولاني خصو يبان ماشي بحال هذا اللي درنا الاول ما كانش كيبان، دابا ها هو واضح باش يجيك ساهل كيفاش تفسخي. هذا باش يدير الوقت، يضيع الوقت ونقص، يكون نقص بحال هذا اللي عنده ذاك الراس رقيق يكون ماضي، ويكون ماضي البنات حلو غير هذاك البيض. غير البيض البنات، غير الخيط ديال السورجي اللي خصكم تحيدوه، ماشي الطرز ديال، ماشي الخيط ديال الماكينه. شتو كيفاش الطريقة؟ هي راه خدمتها هي، كيف خدمتيها؟ راه تبارك الله عليك. خدمتها مستفيدة هذي. شكون؟ واحدة خدمتها لها أنا وحدة وكملت هي الأخرى. تبارك الله عليها، راه ما شاء الله دارتها أول مرة ما شاء الله. برافو عليها، إلا أول مرة تبارك الله عليها. المهم البنات كما كتشوفوا كتستمر بهذه الطريقه، شتو كيفاش كدير؟ شوف هي بدات كتبان، شتو؟ او ملي كتكون الماكينه ديالك ديال الدار ما كيركبش عليها البنات بزاف اكيد غتكون. ما دابا في النادي كيكون العراض كبير، كيكون صح ملي كتكون بحال دابا بالنسبه في النادي راه كتبارك الله عرفتي شحال من شحال وحده كتجلس في الماكينه اكيد ما غتبقاش هكا. الحاجه ديال النادي راه تقادو مزيان. انتم البنات هي كتبقى الاول مني جيت راه دابا راه ضو فيهم مزيان، قديتيهم راقبتيهم شويه بشويه. واه راه الماكينه بحال بنادم، بحال بنادم بحال الطوموبيل تهلا فيه اي حاجه، بحال الطوموبيل خص تنقيها وتزيتيها تشمشيها. هانتوما شتو كيفاش غادا تستمر عندو كتبقى تدفع بصبعا صراحة. أنا أول مرة كنشوف أنا هاد الطريقة، ما عمري شتها درت بيها وتخدمت بيها، خدمت بيها شلالة وخدمت بيها. لا أول مرة شتها، ما عمرني شفتها بشي بشي لبسة هكا بهاد الطريقة، أول مرة الصراحة. هادشي أنا عجبتني وبغيت نشاركها مع مع المتابعين. ان شاء الله دابا ندير لكم شي نهار غادي نمشي عندها للدار ان شاء الله. مرحبا ان شاء الله، وغادي تشوفوا موديلات فنين كتخدموا، هي راه كتخدم قلت لكم الناس سواء داخل المغرب او لا خارج المغرب، داكشي عندها الصراحه البنات الطرز الرباطي كيحمق. شتيها يا بنت انتما البنات، ها هي دابا خرجات، دابا غادي تهزها من غادي تقلب باش غتبان. ها هي دابا بدا نجبد اولا ديري لي برا تكتر الاول، غير الاول ديك الساعه نبقى نجبد مثلا المقص ولا ليبرا ولا اي حاجه، ولكن غير بشويه 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 راه ضروري اي حاجه ماشي بالعنف. هانتوما البنات دير ليبرا غليظه ولا المقص اللي ما يكونش ماضي. هانتوما ضروري بشويه بشويه. خرجوا غير شويه عاد مشيو ما تهزوش بزاف باش ما يتقطع لكمش الثوب باش ما يتقطعش حتى هو حتى الخيط، الخيط ما يتقطعش لان هذا الخيط راه ساهل. شتو كتجر غير بشويه بشويه البنات، غير بشويه شري حتى كتكملوها عاد عاد تكملها. هيا كتكملها كريمه. هيا والله الا قالت لك، قلت لها اول مره قالت لي انا وريتها لك، وريتيها لي مهما كنحيدو هذا البيض اللي بقى الخيط ديال السورجي كتبقى تجرو غير بشويه ما يبقاش البيض. المهم ضروري النقيان هذا الخيط البيض ضروري نحيدو كامل، ديك الساعه كتجي لنا هكا ونجيبو واحد حجيره صغيره نديروها فيها. هانتوما البنات ديك الساعات كتسالي وكديرو حجيره ها كيفاش كنحصلو. صراحه انا اول مره كنشوفها، شو كيفاش كتجي، جات صراحه فنه تبارك الله عليك لاله فايزه ما شاء الله عليك. المهم هانتوما البنات مره مره نبقى نسرق ليهم السمعه نصيفط لك انا نعطيها لك ما تسكنش. المهم البنات ها كيفاش كتجي هذه راه نخدوها عاود نديرو فيها الحجيره ياك تاع دي غادي تصاوب صح نضيعوها باش ما نضيعش حتى حاجه، ما عطيها لمستفيده اخرى تخدم ولا ضروري
صافي. المهم البنات هكا كنحصلوا على الشكير صراحه، تبارك الله عليهم والله ما شاء الله عليك لاله فايزه. المهم البنات خليوا لي التعليق عليه يلا، وعلى فايزه هي اللي غتجاوب ماشي انا يعني. يلا البنات